السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط. النهاردة 83 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإحنا عودنا حضراتكم كده وتعودنا مع حضراتكم أنه نتناول هذا الموضوع بكل تداعياته. وأنا شايف الحقيقة أنه من الحاجات اللي تحسب للإعلام المصري في 2023 أنه هذا الأمر هو قيد الاهتمام وقيد التقدير، والحقيقة لا تألو القيادة السياسية جهدا في أنه تولي هذا الملف العناية الكاملة وتولي هذه القضية العناية الكاملة. فهذه الأيام كمان أيام يعني أيام لطيفة يعني في المعتاد أنه نهاية عام وبداية عام، فالناس بيبقى عندها أمل في أنه المشاكل بتاعت العام المنقضي إن شاء الله تتحل في العام القادم، والعام القادم يكون أكثر سرورا وأكثر بهاء وأكثر يعني سعادة. لكن الحقيقة البدايات لهذا العام بتقول إنه الدنيا هتبقى يعني شوية في الملف الفلسطيني يعني هتبقى صعبة شوية، وصحفتنا بكرة بتشير إلى هذا الأمر زي ما قلت حضرتكم كده 83 يوم من العدوان. والحقيقة يعني خلينا نقول يعني هنا اليوم السابع تفضح دولة نبش القبور ونهش الأبدان. يعني لو احنا خدنا العنوان بتاع اليوم السابع وحطناه يعني على المحك كده هنلاقي انه، واولا الصوره وطبعا حضراتكم شفتوا ده فيديوهات قبل كده وشفتوا ده صوره قبل كده، شفتوا قد ايه هذا الجبروت وهذا التعنت وهذه اللا انسانيه، شفتوا قد ايه هذا الصلف هذا الغرور. يعني الحقيقه لا نافع معهم حقوق انسان ولا نافع معهم حقوق حيوان ولا نافع معهم حقوق اي حاجه. الحقيقه امبارح كانوا على احد الجدران في احد المخيمات الحقيقه جايبين راس حمار وحطينها على يعني بعد ما قذف الحمار بالنار قطعوا الراس وحطوها على احد الترابزين بتاع المكان اللي هم فيه او عمود كده راحوا حاطين فيه. يعني معناها ان الناس دي الحقيقه فاقت كل الحدود. يعني اما النهارده تقول دوله نبش القبور مهما تقول من الحقيقه من 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 تعبير قاسي وتعبير بعيد عن الاذان وبعيد عن الاذن، اعتقد ان هو يليق بهذه الدوله، يليق بهذا الجيش المرتزق، هذا الجيش البعيد خالص زي ما قلت حضرتكم عن الانسانيه، بعيد خالص عن اي شيء ممكن تمسكه به. هذا الجيش لا ينبغي ان يطلق عليه جيش، يعني كلمه جيش خارج سياق الجيش الاسرائيلي. هذا ليس جيشا على الإطلاق، دول شوية مرتزقة شوية ناس بعيد خالص عن قيم. ما هو الجيش ليه قيم على فكرة، الجيش ليه قيم. وما تيجي ترجع لميثاق الأمم المتحدة تلاقي في الحروب في مواد خاصة بالأمم المتحدة، في توعية خاصة بالحاجة لما تؤثر لما يكون عندك أسير، لما كيف تعامل الأسرى، كيف تعامل في حاجات. انت الحروب دي عاملة زي فريقين، صراع بين فريقين داخل ماتش كرة قدم مثلا، او داخل اتنين في مصارعة بالظبط كده، بس ده على الجبهة وفي ضرب نار وفي موت وفي وده في نهاية انتصار وده في نهاية انتصار، ده في نهاية في طرف فائز وطرف خاسر ونفس النظام برضو هنا. لكن هنا الامور حتى في 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 في, في الحروب القديمة شفنا الكلام ده قبل كده. يعني هيئة الاستعلامات الحقيقة الأستاذ ضياء رشوان، والحقيقة يعني موضوع مقترح المصري لإنهاء هذه الأزمة ولا أزمة غزة، الحقيقة يعني مش عايزين نقول إنه هو من النهاردة، احنا عايزين نقول من 48 لحد النهاردة وهو شغال بنفس المستوى وبنفس النهج وبنفس الاهتمام وبنفس المحبة وبنفس الإنسانية لإنهاء هذا الملف تماما. وإنه الأمور في الأول والآخر محتاجة تروي ومحتاجة في نفس الوقت يعني عندما ينقل الرأي المصري في هذا الإطار لا ينقل بكل احترام وتقدير، لأن الرأي المصري لا يحتمل مزايدة ولا يحتاج إلى مزايدة.
النهارده وضحت هيئه الاستعلامات والاستاذ زيار اشوان قال ان ما تم تداوله خلال الايام السابقه حول الجهود المصريه لحل الصراع الدائر حاليا في غزه وايقاف العدوان الاسرائيلي عليها تتلخص على النحو التالي: ان مصر طرحت بالفعل مقترح لمحاوله تقريب وجهات النظر بين كل الاطراف المعنيه. مصر عايزه توقف حقن الدماء، او يعني يبقى الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده خلاص عايزين نغيره بقى، عايزين نخش في مرحله سلام ولو سلام مؤقت يقودنا الى سلام نهائي. عندنا ثلاث مراحل متتاليه كلها مرتبطه ببعضها كده، بتنتهي في النهايه لوقف اطلاق النار. طب الموضوع ايه؟ الموضوع انه بي 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 بتتاخد هذه الرؤيه وهذا المقترح بيتاخد من اطاره الطبيعي الى مقترح غير طبيعي. رئيس هيئه الاستعلامات الحقيقه كان موفق جدا لما دعا كل وسائل الاعلام التوخي الحذر والدقه في تناول كل ما يخص هذا المقترح والعوده للمصادر المصريه الرسميه للاستيضاح بكل ما هو جديد. خلينا نروح بهذا الامر الى زميلنا العزيز الدكتور محمد الباز رئيس مجلس اداره وتحرير جريده الدستور، ربما عنده تكون الرؤيه اوضح شويه. برحب بيك يا دكتور باز، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا صديقي العزيز استاذ جابر، اهلا بيك. انت شايف هذا الامر ازاي وانت من الناس الحقيقه اللي ليك باع طويل جدا في هذا الملف وهذه القضيه وتناولته بكل توضيح وبكل تقدير للموقف المصري، رايك ايه بقى فيما يثار دلوقتي؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان مناقشه الموضوع ده تحديدا عندك هي مناقشه مناسبة جدا، لأن احنا بنتكلم عن أداء منصات إعلامية دولية. خرجت التصريحات النهاردة من رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الأستاذ زيار رشوان بتشتبك مع هذه التقارير، لأنه اللي حصل إيه يا فندم؟ هذه التقارير خلال الأيام اللي فاتت كانت بتتداول معلومات عن جهد مصري آني فيما يتعلق بحل الأزمة والصراع اللي حاصل على أرض فلسطين. تمام. ولوحظ انه التقارير اللي منشوره دي مش بتفتقر بس الى الدقه ولكن تفتقد ايضا الى المنطق، لانه احيانا انت بتنشر معلومات ممكن تكون معلومات ناقصه لكن الاخطر انها بتبقى معلومات غير منطقيه وغير مستنده على رؤيه واقعيه. طيب مصر هنا لا يستطيع احد ان يزايد الى انه انت عندك جهد مستمر ومستدام من لحظة انفجار الأزمة حتى الآن عشان الحل والوصول إلى النقطة الأساسية وهي وقف إطلاق النار، لأنه هو ده الهدف الأساسي. طيب لما النهاردة جت مصر توضح بشكل أساسي هي مصر بتعمل إيه في اللحظة الراهنة، لأنه خلي بال حضرتك إنه كل الصراع ده من 7 أكتوبر مر بمراحل سريعه جدا، يعني رغم ان احنا بنتكلم في 3 شهور بس في اكثر من مرحله، ما يمكن ان يقال في بدايه الازمه من الصعب ان يقال في لحظتها الانيه، ولذلك الحل المصري كان يستند الى يعني الواقع والصوره اللي موجوده. ايه اللي عملته مصر على عكس ما قالت هذه التقارير الدوليه؟ مصر عملت ما يمكن ان نسميه اتفاق اطاري، يعني وضعت اطار للاتفاق. استندت في وضع هذا الاتفاق الاطاري لما سمعته من الاطراف، يعني هنا في استطلاع من مصر، الناس اللي شغالين في هذا الملف سمعوا من الاطراف المتنازعه الى رؤاهم. اتحط بناء على هذه الرؤى اتفاق اطاري. طيب الاتفاق الاطاري ليس كافيا بنفسه انه ينفذ على الارض، محتاج مراحل ثانيه. ايه المراحل الثانيه؟ انه عرض هذا الاتفاق الاطاري على الاطراف المتنازعه، اللي هم الاطراف المتنازعه زي ما حضرتك عارف كل طرف عنده رؤيه لحل الصراع، عنده متطلبات، عنده اللي يقدر يعمله واللي ما يقدرش يعمله ايضا. لما بتعرض مصر هذا الاتفاق الاطاري بهدف انه كل طرف من الاطراف المتنازعه يحط اولويات، يحط انه هقدر اعمل ايه او انا هوافق على ايه او ارفض ايه. مصر الان في هذه اللحظه طبقا لهذه التصريحات منتظره لردود الافعال من الاطراف المتنازعه. دي مهمه قوي يا دكتور. لما بتيجي هنا ردود الافعال دي بنخرج من الاتفاق الاطاري ده اللي احنا حاطينه الى بلوره بقى
ما يشبه المبادرة القابلة للتطبيق على الأرض. يعني أنا هاخد آرائهم، ردود أفعالهم، احتياجاتهم، هم شايفين إيه، وتتحول أو يتحول هذا الاتفاق الإطاري إلى مبادرة. لما هنا بقى، ودي النقطة الأساسية، لما يبقى عندك المبادرة الكاملة اللي هي الإشارة إنه أنت عندك مراحل أو ثلاث مراحل متتابعة ومتتالية تنتهي بالهدف الأساسي اللي كله بيسعى ليه وهو وقف إطلاق النار. تمام. لما هذه الرؤية تبقى، هذه المبادرة تبقى مكتملة، بتقوم مصر بإعلانها للرأي العام المصري والعربي والعالمي. من باب إيه؟ من باب إن أنت انتهكت السياسة من اللحظة الأولى في هذا الصراع تحديدا، ان كله بيذاع على الهواء مباشره. يعني انت ليس لديك شيء لا تخفيه ولا تؤجل الاعلان عنه كمان. يعني مش يعني في قضايا كثيره جدا بيبقى في حاجات بتحصل بيبقى مؤجل الاعلان عن تفاصيلها، لكن لانه الصراع المره دي عاري جدا يا استاذ جابر، صحيح، يعني في فجاجه في الاداء الاسرائيلي، فانت ادائك الدبلوماسي المصري اداء اللي هو معلن واضح، اللي هو انا ما عنديش حاجه لا اخفيها ولا اجل. فده الموقف الان، ان انت منتظر ردود الفعل، تتبلور المبادره بتاعتك وتعلنها بشكل واضح جدا، لانه هيبقى هنا الاطراف المتنازعه اتفقت عليها وبقى لديها الاستعداد لتنفيذها او لتطبيقها على الارض. ده الجزء الاولاني. الجزء الاولاني المهم كمان اللي مصر حبت تنبه فيه، واعتقد انه ده كان تنبيه يحمل تحذير. بمعنى ايه؟ الكلام على الحكومه الفلسطينيه. تمام. مصر طول الوقت بتدفع انه ما يحدث في فلسطين هو شان فلسطيني مجرد، صحيح، او ما يتعلق بفلسطين هو قرار فلسطيني. انا ممكن يبقى دوري انه انا بقدم المشوره، بقدم الدعم، بقدم المسانده، بأبدي انه انا موجود طول الوقت بقرب وجهات نظر، لكن لما تاخد قرار كفلسطين فانت القرار هنا، صحيح، فلسطين، صحيح. يمكن دي اشاره، او مصر بتقول يا جماعه سيبوا الفلسطينيين هم يتفقوا، سيبوا الفلسطينيين يتوافقوا، سيبوا الفلسطينيين يوصلوا الى كلمه واحده، يعني صحيح، على كلمه سواء، لانه التدخلات الحقيقه من اطراف كثيره اقليميه ودوليه يمكن بتفسد المشهد. قد يكون لدي تقدير مثلا انه الفلسطينيين في هذه اللحظه محتاجين شخصيه يتم الالتفات، صح، حولها، صح. ولما نيجي ندرس المشهد كده قربا وبعدا هتلاقي الان الرئيس الفلسطيني ابو مازن يمكن الاقرب الى ان يكون هذه الشخصيه يمكن بسبب موقفه في هذه الازمه تحديد، لانه انت قدام رجل لديه رؤيه واضحه، الصراع شكله رايح فين، هو فلسطين عايزه ايه، العالم مفروض يقوم بايه، هو رجل لم يتراجع ولاءاته واضحه جدا طول الوقت. لكن هذا راي شخصي يعني، لكن لانه الكلمه زي ما بقول لحضرتك في النهايه هي الكلمه الفلسطينيه، ومصر بتدعم ده طول الوقت. ده مهم. بشكرك يا دكتور محمد، شكر جزيل زميلنا العزيز الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس اداره وتحرير صحيفه الدستور، معلقا على ما يخص الموقف المصري بشأن قضية غزة. والحقيقة يعني نقطتين اللي اتكلم فيهم الدكتور الباز أنا هأكد برضو عليهم، الأول والآخر، مصر عملت مقترح، ما زال مصر منتظرة بلورة المقترح بصورة مفصلة، ويتم الإعلان على هذا المقترح على الرأي العام المصري والعربي والعالمي. ما قيل بقى انه في طرف رافض وطرف مؤيد وطرف قال لا وطرف مش عارف اشتبك هنا وطرف، هذا كلام محض افتراء في الوقت الحالي. الدولة المصرية اقترحت، تقدمت بمقترح، وده عادة الدولة المصرية وعادة مصر في مثل هذه الاشتباكات في الرأي ومثل هذه الامور اللي بتحصل في الاراضي الفلسطينية. من زي ما اقول لحضراتكم تاني، مصر مش محتاجة مزايدة، والله ما محتاجة مزايدة في هذا الملف، واي مزايدة في هذا الملف في الحقيقة بتقود في النهاية الى صواب الدور المصري، صواب الدور المصري. في ناس ماسكة هذا الملف في الدولة المصرية ما بتنامش، في ناس بتعمل او بتصل الليل بالنهار في هذا الملف، وبتسافر وبتروح وبتيجي وبتقرب وجهات نظر، وبتشوف الرأي ده بيعمل ايه، وبتشوف الفصيل ده يعمل ايه، وبتشوف الدنيا رايحة فين هنا وجاية منين. هذا الامر مش لازم يعلن الرأي العام، لانه
هذا المسؤول الذي لا ينام، هذا المسؤول مش عايز يزايد على القضية، واحنا دي طبعنا، احنا مش عايزين نزايد على القضية، احنا مش بنسحب البساط من تحت حد، لانه اوريدي البساط موجود. يعني انا لما اجي اسحب البساط كده اقول انا بسحب البساط من تحت الدولة المصرية في قضية فلسطين، البساط مش هيتسحب، لان البساط اساسا هنا، ده مغروز هنا، ده لازق هنا، مستقره هنا، امانه هنا، وسطيته هنا، قراره هنا، امنه هنا، تاريخه هنا، ده القرار الخاص بفلسطين. فانا مش بسحب مش مستني حد يسحب من الدولة المصرية البساط، ولا مستني حد يسحب من الدور من المصري او من مصر الدور بتاعها، لان الدور بتاعها اوريدي موجود. مفيش مانع ان تخش دول وتساعد، مفيش مانع، لكن سحب الدور ومش سحب، وناس تخش تقول لك الدور المصري، لا، احنا اساسا لا ينبغي ان نلتفت لمثل هذا الكلام، ولا مثل هذا الـ يعني الفتي زي ما بنقول، ولا مثل هذا الهبد زي ما بنقول على السوشيال ميديا، احنا مش محتاجين هذا الامر. واحد كتب مقال، واحد علق، واحد قال لك مش عارف الدور المصري ايه، واحد قال لك مصر هتعمل ايه، وزارة، احنا مش محتاجين ده. لانك انت بالظبط كده زي رب العائله، هتفضل تقول رب العائله، هو في النهايه رب العائله. انت في هذا الملف انت المهندس بتاع الملف. الدنيا هاديه جدا، انت المهندس بتاعه. الدنيا متوتره جدا، برضو انت المهندس بتاعه. انت المستقر بتاعه. انت الموطن بتاعه، بتاع الحل القضية. مش بتكلم على ان انت الموطن بتاعي الناس تيجي لا، انت حل القضية عندك، او بمعنى اصح بتقرب وجهات النظر ما بين الفصائل الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية، وكان السيد عباس ابو مازن رئيس ادارة فلسطين، كان في حوار مع زميلتنا العزيزة لميس الحديدي اول امبارح على قناة، وانه كان بيتكلم كلام الحقيقة في منتهى الاحترام عن الدور المصري في هذا الاطار. احنا مش محتاجين ان احنا نحط نفسنا في موقف انه فلان هيخطف مننا الدور، لا، الدور بتاع اساسا موجود. فلا داعي للمزايده في حته الدور المصري، لانه مصر شايله القضيه على اكتافها من 48 لحد النهارده. يعني بقالنا اكتر من 75 سنه والقضيه على اكتافنا، وستظل القضيه على اكتافنا، لانه ده دورنا الطبيعي جدا 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 جدا. هخرج من الاطار السياسي الى اطار الامن الصحي. متحور كورونا الجديد، او ما يسميه البعض انه ده متحور جديد، والحقيقه احنا كنا اتكلمنا في الاسبوع اللي فات، وكنا الحقيقه يعني سلطنا الضوء على ده، وكان معانا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، وقال لحد اللحظة دي وقتها ما كنا بنتكلم مفيش وجود لهذا المتحور الجديد. النهاردة وزارة الصحة أعلنت في بيان رسمي إصابة 2 من المواطنين بالمتحور اللي هو GNI من خلال التحاليل المعملية، والحالة الصحية بتاعتهم مستقرة، ولا توجد حاجة طبية لدخولها من المستشفى، حيث أن أعراضهم المرضية خفيفة وإصابة الجهاز التنفسي العلوي بسيطة. الحقيقه حضرتك هتقول لي طب ما هو ده، لا، ما هو هنا الشفافيه بقى في الامر. طالما الحاله خفيفه كانت ممكن وزاره الصحه تطنش، ممكن وزاره الصحه تقول لك ما احنا مش عايزين نعمل بلبله. بس الحقيقه التجربه المحترمه للدوله المصريه في موضوع كورونا وما قبل كورونا، واللجنه العلميه اللي كانت موجوده وفيها قامات علميه كبيره جدا جدا، تعاملت يعني بحرص شديد جدا، وتعاملت باحترام شديد جدا، وتعاملت بوعي مهم. وده على فكره، فكره الوعي والمسؤوليه ده مهمين جدا، انك تتعامل مع مثل هذه الملفات. مش عايزين حد يشطح بخياله اول ما يسمع عندنا 2 من المواطنين 2، لا. برضه هنروح بهذا الملف لواحده من القامات العلميه المحترمه، يعني ايده بقى في الموضوع برضه، وهو مطلع بشكل كافي جدا على هذا الملف، الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا. برحب بك يا دكتور حسام، وأهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ جابر، وأهلا بيك بكل. معلش دايما بنزعجك معانا، معلش. أنت تأمر في أي وقت. ربنا يخليك يا فندم. الوقت ده مهم جدا. يعني نطمن بس من حضرتك، الدنيا رايحة فين في هذا الملف؟
خلينا نقول دايما ان احنا كان في شفافيه واضحه، ان احنا قلنا اذا ظهر الفيروس سيبقى باقي كويس، وتاني هو في حرب معانا واحنا في حرب معاه كويس، هو بيحاول بيحاربنا بان هو يتحور واحنا بنحاربه، ان احنا بناخد اجراءات الاحترازيه وبناخد كل الخطوط الدفاعيه القايمه بالامن. تمام. لكن احنا دايما بنقول ان تحورات الفيروسات في مجال الكورونا الحمد لله كويس، احنا دايما بنقول التحور يهمنا في ايه؟ احنا دايما لما بيحصل اي متحور بنسال نفسنا 5 اسئله اساسيه. تمام. هل حصل تغير في شده الاعراض؟ هل حصل تغير في سرعه الانتشار؟ هل قدر ان هو يهرب من مناعتنا اللي احنا اكتسبناها، سواء كانت مناعه سلبيه باصابتنا بالمرض او مناعه ايجابيه بتاعت تلقى اللقاحات؟ هل الكواشف اللي موجوده عندنا تقدر تكشفه ولا لا؟ وكويس الادويه اللي موجوده داخل بروتوكولاتنا تغطي المرض ده، وتبقى اذا اصبت واحتجت للدواء هي تشفيني ولا لا؟ المتحول الجديد اللي جي ان 1 اللي موجود دلوقتي واللي ظهر في العالم كويس، واحنا زي ما حضرتك قلت احنا كان في شفافيه جدا ان احنا قلنا ما فيش، ووقت ما كان في لا فيه. كويس الحمد لله شده الاعراض لا يوجد شده اعراض، وهنا شده الاعراض خلينا نفسرها بان احنا بنتكلم عليها على المستوى الطبي، ان ما فيش اصابه في الجهاز التنفسي السفلي، ما فيش التهابات رئويه، ما فيش نقص اكسجين، ما فيش احتياج لدخول المستشفيات. ده مش احنا بنتكلم على مستوى العالم، احنا لسه كشفنا حالتين والحالتين كانوا بسيط جدا، لكن على مستوى العالم لا يوجد التهابات رئويه كويس، لا يوجد نقص اكسجين، لا يوجد احتياج لدخول معايير مركزه او رعايه. لكن كان ما يميزه ان هو كان في سرعه انتشار وانه ممكن يصيب المطعمين سابقين او اللي اصيبوا سابقا كويس، لكن كان برضه لازم ناكد على نقطه ان يعني انا دكتور لو خدت اللقاح معرض ان انا اصيب بالمتحور الجديد، لكن خلينا نقول برضه ان في نقطه مهمه، ان هو اذا اصيب المتلقي للقاح شده اصابته بتبقى اقل حده من اللي هو ما تلقاش اللقاح. يعني اللقاح يعني معلش بس احط النقطه دي اوقف عند النقطه، يعني اللقاح ما زال فعالا اللي احنا خدناه الكورونا ما زال فعالا في علاج المتحور الجديد طبعا، لكن هو لا يحمي لكن يقلل شده العرض. تمام تمام تمام، ودي ميزه برضو من العلاج. لكن خلينا برضو نتكلم ان في فرق بين الشده الطبيه من وجهه نظر طبيه، ان احنا نقول العيان مش معنى ان احنا قلنا ان في شده طبيه ان الاعراض مش تبقى سهله عليك. في حراره لمده 48 ساعه، في تكسير في الجسم، في احتقان في الحلق، في صداع كويس، في بعض الناس بيجيله في اعراض جهاز هضمي، في الام وبريحه في الجسم. فالوقايه هنا خير من العلاج، مش معنى اقول انها بسيطه ما الدكتور حسب قال بسيطه، لا هي بسيطه ان انت مش هتخش مستشفى، بسيطه ان انت مش هتخش عياده مركزه، لكن الاعراض هتبقى في حراره مستمره لمده 48 ساعه، في الام في الحلقه، يبقى هنا الحذر والحذر والحذر وعدم وجود ايه. يعني العامل ان يكون في حراره في الجسم وفي الحراره مرتفعه مثلا في الجسم ده يبقى عرض على الطبيب تمام رسمي يعني. اذا استمرت الحراره لمده اكثر من 24 ساعه الادويه التقليديه ايوه سمح اي حد يروح يلجا للرعايه الطبيه. ممتاز. لكن قبل ما يلجا للرعايه الطبيه ياخد باله ان هو دلوقتي ممكن يبقى معدي، فلازم ياخد حذره ويلبس الماسك بتاعه، او لو ما قدرش يبعد عن الناس ياخد الماسك عشان يحمي مجتمعه ويحمي اهله ويحمي بلده من انتشار هذا المرض. يعني ده في ناس دلوقتي، واكيد حضرتك برضو يعني استاذنا في الحته دي، دور البرد المنتشر بصوره كبيره جدا، وفي دور برد متعب متعب بجد، يعني ممكن ما بيكونش فيه درجه حراره مرتفعه بس متعب ومجهد والجسم بيبقى فعلا متكسر. يعني ال 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 الوقت ده هو يروح لدكتور برضو ولا ياخد الدواء العادي ويشوف الدنيا ماشيه ازاي؟ اولا الدواء العادي دي لا تشمل مضادات حيويه. يبقى اول نصيحه ان هو لا تشمل مضادات حيويه. سوء استخدام مضادات حيويه هيؤدي الى ظهور نوع من البكتيريا مقاومه للعلاج، هتدخلنا في مشاكل لا حصر لها بعد كده، واحنا بدانا نشوف في حالات التهابات رئويه كثيره في هذه الفتره كويس نتيجه سوء استخدام مضادات حيويه. مش في مصر بس، انا بتكلم ان ده كمان مشاهد على مستوى العالم كله. ودي نصيحه. يعني انا عندي دور برد لكن ما عنديش ارتفاع في الحراره فما اخدش مضاد حيوي. بالظبط كده، الا بتاعت اشراف طبي. بتاعت اشراف طبي، تمام تمام. كويس، لكن خلينا نقول ان اذا المجموعات العادية الناس اللي مناعتها كويسة ما عندهاش أي أمراض مزمنة كويس، حصلت حرارة لا أعراض، ياخد علاج التقليدي لمدة 24 ساعة من استقبالات حرارة ومضادات احتقان كويس، سواء كانت موضوعية عن طريق الأنف أو عن طريق الفم.
لو ما استمرش، لكن لو انا من كبار السن في 65 سنه او اصحاب امراض الصدر او اصحاب امراض القلب كويس، او اللي عنده مرض سكر او عنده امراض مناعيه تحتاج يستخدموا ادويه مناعيه، او اهلنا من مرضى السرطان، والمجموعه المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها الحوامل، اذا ظهرت اعراض لو سمحت الجا للرعايه الطبيه فورا عند مستشفيات وزاره الصحه كويس، بتوفر كم كافه امكانيات كويس كويس، والرعايه الطبيه اللازمه هتتقدم ليه وهياخد احسن رعايه ممكن. طيب سؤال اخير يا دكتور، هل انتم يعني متخصصين هل متوقعين انتشار هذا المتحور الجديد بصوره ما خلال الايام الجايه؟ خلينا نقول ان احنا دايما في الفتره دي بيبقى عندنا توجس ان كل الالتهابات الفيروسيه للجهاز التنفسي كورونا او انفلونزا او ريسبيرتوري فايروس هي دي الفتره بتاعت النشاط بتاعتهم. جايز اوروبا شهدوا الزياده دي قبلنا لان تغير الجو كان عندهم سبقنا. ودايما احنا الجو عندنا من لطف ربنا بينا بيتاخر شويه في البرد وتغير الجو الحاد، عشان كده بننصح اهلنا ان احنا ناخد بالنا الفتره الجايه الوقايه والحذرنا هو اللي هيمنع هذا الانتشار. تمام. طب الاجراءات الاحترازيه المتوقعه، يعني هناخد نفس الاجراءات اللي كانت ايام كورونا ده المتوقع، يعني ده اللي انا بصحتك فيه، تتوقع ده ولا هتبقى اقل؟ اقول انا ما بحبش كلمه اجراءات احترازيه، بقول اجراءات وقائيه. يعني احنا الوقايه ان انا احمي نفسي بان انا البس الماسك، ان انا فتره تبعد نشفت متر، تمام، غسيل اليدين، تمام، التهويه السليمه، كل دي اجراءات بتقيني وبتقي مجتمعيها وليست اجراءات احترازيه. تمام. المانع ان انا اخدها في اماكن مزدحمه ما فيهاش تهويه سليمه، تمام، ان انا البس الماسك، دخلت مصعد ومفيش تهويه البس الماسك بتاعي، تمام، تمام، اماكن فيها تدخين اللي هو غير محبب وغير مرغوب، لكن لو حصل فيها البس الماسك بتاعي، غير كده هعيش حياتي عاديه وتطمن فكره التهويه عاديه، مش البس الماسك، عندي اعراض ومستمر عندي اعراض واضطريت انزل البس الماسك عشان احمي نفسي. صحيح صحيح. أنا بشكر حضرتك دكتور حسام حسني، بشكر حضرتك شكر جزيل، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأحد القامات الطبية المحترمة في مصر والعالم، بشكرك يا فندم شكر جزيل. خلينا هاخد الكلام اللي قاله الدكتور حسام، وإحنا فترة أعياد ممتدة، يعني فترة أعياد داخلين بقى، إحنا دلوقتي من يومين كنا بنحتفل ب ب بال بأحد الأعياد، عدينا في عيد الميلاد أو رأس السنة، وبعدين عيد الميلاد إن شاء الله يوم 7، هتلاقوا طبعا وده بالنسبة للشريحة الأكبر من حبايبنا المسيحيين بيحتفلوا يوم 7 يناير في العيد، فعايز بس نقلل شوية من الأحضان، ده مش هزار، نقلل شويه من انه ازيك وروح واخده كوب الحض وتقعدوا تبوسوا بعض بقى وبتاع وكده، لا بلاش ده خالص، بلاش ده تماما، بلاش ده ارجوكم. والزحام كمان اللي يعني ارجو لما الكنيسه توجه دعوه نقلل الزحام شويه. احنا مثلا الكنيسه كانت بتوجه دعوه مثلا لعشرة، دلوقتي توجه دعوه لخمسه، بلاش العشرة المرة دي. احنا الوقاية الوقاية اللي هم كبار السن اللي على راسنا من فوق بلاش يروحوا اماكن مزدحمة، خليكم حافظوا على نفسكم بس، احنا مش اكتر من كده. بقول طالما السنة اللي فاتت ما حدش كان بيقول حاجة، السنة اللي قبليها برضو حدش كان بيقول حاجة، اللي قبليها لا كنا بنقول، كنا بنحذر كدولة يعني، السنة المرة دي بنقول شوية نخفف وشوية السلوك بتاعنا المعتاد اللي هو بالأحضان، لا بلاش أحضان، بلاش. عايز تسلم عادي يسلم بالعين يا سيدي، أهلا. والله العين بيبان، بيبان قد إيه الشخص اللي قدامك أنت مرحب بيه بعينك، بص بالعين بقى، أهلا وسهلا يا فندم إزي حضرتك، هو هيضحك وحضرتك هتضحك، هي هتضحك وحضرتك هتضحك وهكذا. إنما فكرة إنه نخش بقى على بعض والمصاب يعدي اللي مش مصاب والدنيا تبقى واحد يعطس بقى، بس المجموعه اللي معاه ارتبكت. انا معلش انا بكلمكم بالكلام يعني اللي هو يعني ود كده، بس ده اللي المفروض يتعمل، رجاء منع الاحضان الايام الجايه.
وبلاش نبوس بعض، انا بتكلم على الـ على الـ على التجمعات، بلاش يعني سلم من بعيد، عايز تسلم بايدك وهكذا. انما فكره التقارب اللي قوي ده هيأذينا، والناس في ناس عندها حساسيه مفرطه، فبلاش برضو الحاجات اللي زي دي يعني نتعامل معاها بالسلب، لا خلينا نتعامل بالايجاب، وربنا يعدي الايام كلها على خير. احنا لا عايزين حد يتصاب، ولا عايزين حد يبقى مصاب، ولا عايزين حد يتعب، ولا عايزين حد يروح مستشفى، والله ولا عايزين اي مشاكل لاي شخص. يعني انا بقولها بمنتهى الحب، يعني الواحد بيحاول بقدر الامكان انه يعني يتلمس الخير لكل الناس بدون مزايدة. يعني رحنا للأقباط الكاثوليك، كانوا بيحتفلوا بالعيد بتاعهم الحقيقة، وتزامنا طبعا مع العدوان في غزة. الحقيقة كانت الكنائس المصرية والكنائس العربية كان بيخيم عليها الحزن جدا يعني، فكانت هنا أجراس الكنيسة الكاثوليكية دقت أجراسها احتفالا بعيد الميلاد المجيد. زميلتنا مارينا أمير الحقيقة راحت أحد الكنائس، والحقيقة طلعت بتقرير مهم جدا، ونقلت لحضراتكم صلوات حبايبنا الكاثوليك من هذا المكان. نشوفه ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم. دقت أجراس كاتدرائية القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك استقبالا لميلاد المسيح حسب التقويم الغربي الذي كان ميلاده ورسالته دعوة للسلام. ميلاد المسيح هو كان جاي عشان سلام العالم كله، وأكتر رسالة هي الحب والفرح والسلام، فإحنا نطلب دايما أن السلام يعم في الكنيسة كلها وفي العالم كله، وإخواتنا الفلسطينيين ربنا يكون معاهم ويسندهم ويسند العالم كله. نصلي ان كل البلاد فعلا يعم فيها السلام، خاصة نصلي انه يكون سلام الميلاد اللي هو السلام السماوي يملأ ارضنا، وانه السلام السماوي يدعم كل جهود السلام اللي بتتم على الارض من الرؤساء والدول ومن كل انسان هو بيسعى الى السلام. واحنا كلنا متضامنين مع المتألمين، واحنا مش هنكون معيدين من غير ما نحس بسلام اخواتنا، مش احنا اللي في سلام، طالما هم في حرب احنا كمان في حرب، لما يكونوا هم في سلام احنا نكون في سلام، وعشان كده سلامهم في قلبنا وحياتهم بين صلواتنا وبين قلبنا، وكل سنه وهم بخير دايما. صلينا من اجل سلام في العالم وفي غزه وفي فلسطين ارض المسيح بيت لحم اللي اتولد فيها، ان كل الناس دي مش معيدين النهارده عشان في حروب ونزاعات. نحمد ربنا عشان مصر فيها سلام، فيها استقرار، فيها رخاء، فيها محبة، فيها مودة، فيها ترابط، ده بفضل الرئيس بتاعنا اللي بيبذل كل مجهود الجيش والشرطة، حقيقي حاجات جميلة جدا. نجمون أشراق في طبعا المسيح هو رئيس السلام وملك السلام، بنحتفل عشان نصلي مش عشان نحتفل، بنحتفل عشان نصلي للمسيح ان هو يعم السلام على ارض العالم كله. ميلاد المسيح يحمل الفرح والسلام والطمانينه، لكن على المستوى تاني في اراضي المقدسه حيث ميلاد السيد المسيح الازمات متكرره والحروب مستمره والناس فعلا بتسقط بتموت وفي مآسي يعني، ففعلا احنا في تناقض ما بين ميلاد السيد المسيح الذي يحمل الفرح والسلام وبين الواقع على ارض فلسطين اللي فعلا ارض السلام، انه السلام غائب السلام ضائع. احنا النهارده في كنيستنا الكاثوليكيه بنحتفل بميلاد يسوع، والحقيقه من كل قلوبنا احنا متضامنين مع اخواتنا في فلسطين. يسوع كان كل قلبه رحمه وحياته كلها رحمه، واحنا كمان قلوبنا معاهم يعني بكامل قوانا يعني. رب المجد. مبارك شعبي مصر، على هذه الارض جاء المسيح بعد ميلاده المجيد هاربا من ظلمهم، واليوم اطفال فلسطين يشربون من ذات الكاس الذين لم يسلموا من قنابلهم وصواريخهم وسالت دماؤهم الطاهرة دون أي ذنب. احتفالات هذا العام ممزوجة بالألم، قلوبنا لا تملك سوى الدعاء لهم
لأن المجد لله في الأعالي، ونرجو أن يعم السلام وبالناس المسرة. مارينا أمير، منشط. عدنا لحضراتكم. دايما كده في نهاية سنة وبداية سنة جديدة بيبقى في ما يسمى كده الحصاد لبعض الوزارات المعنية، وعندنا وزارة السياحة والآثار الحقيقة كان ليها دور كبير جدا في إنجاز بعض المشروعات. حقيقة يمكن المشاهد متابع بعضها ومش متابع بعضها، لكن عندي مثلا مشروع المتحف المصري الكبير تم إنجاز أكتر من 99.5% من هذا المتحف العملاق، والحقيقة دي حاجة مشرفة جدا للدولة المصرية، وحاجة مشرفة جدا ل يعني رؤية سياحية محترمة خلال الفترة القادمة. الناس كتير قوي يعني نفسها الحقيقة تروح، يعني أنا دلوقتي أنا بروح المتحف الحضارة اللي موجود في الفسطاط، حاجة متعة ما بعدها متعة. لما تروح بقى المتحف بقى اللي هو شامل جامع زي ما بيقولوا كده، وفي ما لذ وطاب من التاريخ الأثري المصري، هتشوفوا حاجات الحقيقة عمركم ما شفتوها في أي متحف موجود. تعامد الشمس على قدس الأقداس في الأسوان، وفي الكرنك، وفي جزء كبير جدا من السياحة موجودة في أسيوط، أسوان، الأقصر. الحاجات اللي زي دي محتاجة رؤية كبيرة ومحتاجة دعم كبير، ومحتاجة كمان إنك تبصر الناس، والأكتر تبصر الخارج أكتر من الداخل بطبيعة العمل السياحي وطبيعة ما تم إنجازه في هذا الإطار. خلينا نروح بهذا الملف كده للأستاذ أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة للتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، يطلعنا بشكل بسيط كده عما تم في هذا الملف، وإن شاء الله المتوقع في السنة القادمة يبقى الدنيا ماشية إزاي. برحب بيك أحمد، إزاي حضرتك فندم؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، سنة سعيدة علينا جميعا. ربنا يخليك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة. حضرتك شايف الدنيا ماشية إزاي في 23 وتمشي إزاي بإذن الله بعون الله كده في 24؟ طيب، إحنا 23 لغاية أوائل أكتوبر كنا محققين نسب زيادة عالية جدا عن العام الماضي. أيوة. والحقيقة بعد الأحداث اللي حصلت في المنطقة يمكن حصل بعض التباطؤ في الحجوزات المستقبلية، والأرقام يعني ما عادش بتتصاعد زي الأول، لكن ما زلنا بنحقق أرقام أفضل كتير من السنة اللي فاتت. والموضوع ده طبعا يعني يرجع إلى عدة إجراءات اتخذتها وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التدفقات السياحية. تمام. من أهمها رفع أو نقدر نقول مضاعفة كمان الاستثمارات بتاعتنا في التسويق والترويج المشترك مع شركائنا من القطاع الخاص المصريين والأجانب. ده الجزء الأول. الجزء الثاني زيادة الاستثمار في برنامج تحفيز الطيران علشان نبقى ضامنين أكبر أعداد ممكنة من التدفقات السياحية من القوى الجوية الناقلة إلى مصر. تمام. الجزء الثاني. الجزء الثالث معالي الوزير بنفسه كان بيتواصل مع السفراء الأجانب الموجودين بمصر في مصر يعني بمساعدة وزارة الخارجية. تمام. والتقى بالعديد من شركائنا من مشغيل الرحلات في بورصة لندن وفي ألمانيا بمساعدة زملائنا في وزارة الخارجية والمهنيين في خارج مصر. احنا عارفين طبعا ان انجلترا والمانيا دولتين هامتين جدا لتصدير السياحه عالميا، بالاضافه الى التاثير الكبير ليهم على مشغلي الرحلات والشركات الكبيره السياحيه وشركات الطيران. طبعا تم التعاقد مع شركات علاقات عامه في اهم 14 سوق لينا دوليا. بنشتغل مع الصحفيين والاعلاميين المعنيين بالشان السياحي، والرسائل بتاعتنا هامة لطمأنة السائحين في مختلف الدول في الأسواق الرئيسية المستهدفة. طبعا الموضوع ده لما تم في أكتوبر ونوفمبر، والحمد لله السائحين اللي جم في هذين الشهرين لما لقوا أن الأجواء عندنا مطمئنة والأمن يعم ربوع البلاد الحمد لله، أدى ذلك إلى ارتفاع مرة أخرى في السياحة في خلال شهر ديسمبر.
وما زلنا على تواصل دقيق جدا مع شركاء المهنة في داخل وخارج مصر بكافة السبل. طب معلش أستاذ أحمد، هسأل حضرتك سؤال مباشر بخصوص جنوب سيناء. تمام. هل في تحذيرات بالسياحة في جنوب سيناء؟ حتى الآن لم نرصد. ده مهم قوي والله، يخلي حضرتك. حتى الآن لم نرصد مثل هذه التحذيرات. أيوة. احنا يعني نراقب هذه التحذيرات عن كثب عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق شركات العلاقات العامة اللي احنا بنتعامل معها. يعني الناس تروح شرم الشيخ عادي؟ ما فيش مانع يعني. يعني هي يمكن يكون التخوفات اكتر على مستوى الافراد. والسياحة شوية في جنوب سيناء يعني ليست كما هي في باقي المناطق. تمام. لكن احنا شغالين على هذا الموضوع لتقليل من الاضرار الحادثه بسبب الظروف في المنطقه. برضه نفس النظام بالنسبه للبحر الاحمر. البحر الاحمر يعني في فرق كبير الحقيقه بينه وبين جنوب سيناء، يمكن فيما يخص الارقام والتدفقات. وعندنا اعداد يعني جيده جدا فيما يخص اجازات اعياد الميلاد وراس السنه الجديده. تمام. الغردقه الدنيا ماشيه كويس يعني؟ الحمد لله، ما فيش مشكله فيها. طيب ودكتور واسوان ومرسى علم، الحمد لله احنا عندنا يعني حجوزات جيده جدا على مثل هذه المناطق. لكن يعني لو قلت لحضرتك يعني التاثير بالحادث بتاع او بما حدث في 7 اكتوبر، هل التاثير كبير ولا تاثير يعني ممكن يتم تجاوز الفتره اللي جايه؟ نقدر نقول ان هو بدا كبيرا الى حد ما، لكنه بيتضاءل دلوقتي والارقام والتدفقات السياحيه بتتحسن بمرور الوقت. يعني نسبه كام المتوقع ان يكون التاثير؟ والله احنا طبعا بنبص على الحجوزات المستقبليه، وغالبا السائحين كانوا بيحجزوا قبلها بشهرين او 3، دلوقتي اللي احنا رصدينه ان السائحين بيحجزوا قبلها بفتره بسيطه جدا، قبلها 10 ايام نتيجه للظروف الحادثه. وانا احب اقول هنا ان المقصد السياحي المصري او يعني وجهه الديستنيشن المصريه بالمقاصد المختلفه بتاعتها، مهما كانت التحديات اللي احنا بنمر بيها او الازمات في الفتره السابقه في السنوات السابقه، نسبه التعافي بتبقى سريعه جدا. ومعنى ذلك ان احنا عندنا منتج محترم ويتناسب ويس. مع الطلبات الموجوده دوليا، وبنسبه التعافي بتبقى سريعه جدا، وده اللي احنا بنشوفه. لكن احنا يمكن مش رافضين حجوزات مستقبليه على المدى البعيد، لكن مش بيأثر على الاداء الفعلي على الارض. يعني بالنسبه للمتحف المصري الكبير اخبارنا ايه ومتوقع امتى باذن الله؟ احنا يعني طبعا المتحف الكبير بنسبه كبيره جدا جاهز، وسيتم الاعلان عن الافتتاح قبلها بوقت كافي. مش هتبقى يعني مش هنفاجئ الناس ان احنا نفتح المتحف بكره او الاسبوع القادم، لان طبعا احنا بيتطلب ذلك اولا حمله ترويجيه كبيره. تمام. وشركات السياحه عاده بيتم التعاقد على برامج سياحيه قبلها بست شهور او عام حالات، وبالتالي مراعاه لذلك سيتم الاعلان عنه بفتره كافيه علشان تقدر شركات السياحه الدوليه تحطه في البرامج بتاعتها. تمام. يعني بس أكد من حضرتك إن ما عندناش أي تحذيرات بخصوص زيارة مناطق سياحية في مصر حتى الآن؟ لا، حتى الآن لا. بشكرك يا فندم شكر جزيل، الأستاذ أحمد يوسف مساعد وزير السياحة للتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة. حقيقة مبسوط من المداخلة حقيقة يعني، ومبسوط من كلام الراجل حقيقة، عقلاني جدا ومتزن وموضوعي. فكرة إنه ما عندناش، بنبسط قوي من الدقة، حتى الآن لا، حتى الان ما عندناش تحذيرات، حتى الان الدنيا تمام عندنا. هو السايح ممكن تكون النسبه قلت شويه، بس ده طبيعي جدا في المنطقه برضو صعب شويه بعد 7 اكتوبر، لكن الحال مش وحش يعني، الحال السياحه بالنسبه لمصر الحقيقه مش وحش. فيعني ربنا يجعلها ارض امن وامان دايما، ويبارك فيها ويبارك في اهلها، ونتجاوز كل المشاكل المتاحة قدامنا، لأن الحقيقة تروح وتيجي وتتعامل هي مصر. يعني هي زي ما قال الأستاذ أحمد كده، إنه المنتج السياحي المصري مش هتلاقي زيه في العالم. بيجي لك شوية مشاكل هنا وشوية عقبات هنا وشوية أزمات هنا
وشويه يعني بيسموها دروبات هنا مش مشكله، بس بتعدي والحمد لله رب العالمين. احنا السنه اللي فاتت والسنه دي المشهد السياحي الحقيقه رائع، سواء في الصعيد سواء في الاقصر اسوان ولا اخره، او في وفي المنيا كمان عروس الصعيد، او في الغردقه، او في البحر الاحمر عموما، او في شرم الشيخ. فرب يجعلها عمار، يجعلها عمار، ودايما تمنوا لبلدنا الخير. يعني اهل البلد، مش بلاش اللي بره، اهل البلد تمنوا لبلدكم دايما الخير، لان بلدكم تستحق الخير، والله تستحق الخير وكل الخير. فتمنوا لها الخير ان شاء الله، وربنا يعافينا جدا، وربنا يبعدنا عن اي شر، وربنا يبعدنا عن اي مشاكل، وان شاء الله باذن الله المشاكل اللي احنا بنعاني منها ان شاء الله باذن الله تكون بداية العام في يعني تصور جديد لحكومة جديدة، ربما مع تولي سيادة الرئيس الولاية الجديدة في ابريل القادم، واحنا قبلها هيبقى موسم رمضان والاخر، فبالتالي احنا داخلين برضو على ايام محتاجة شوية جهد من الدولة، وان شاء الله الدولة تكون على قدر من الاحترام في او قدر من المسؤولية في حل هذه الازمات. السوق يتظبط، الاسعار تتظبط، واحنا شفنا ما حدث في وزارة التموين الايام اللي فاتت، وان شاء الله كل الوزارات المعنية. وخليني اشكر بكل التقدير والاحترام الجهات الرقابية في مصر، خليني اشكر بكل التقدير والاحترام تاني الجهات الرقابية في مصر. احنا اللي يمشي بصورة لا تهدف مصلحة البلد، مش عايز اكلم كلام كبير، لابد ان يحاسب، لابد ان يحاسب. انت في اللي انت عملته، او بعض المسؤولين لما بيجي يعملوا شيء ضار هو مش بيبقى على نفسهم، مش خاص بيهم، لا ده خاص ببلدهم. فكل الشكر والتقدير والاحترام لمجهود المؤسسات الرقابية في مصر اللي بتقوم بدور محترم جدا، ونتمنى هذا الدور يستمر في المرحلة المقبلة إن شاء الله. من السياحة والآثار إلى الثقافة، والحقيقة برضه الثقافة عاملة شغل هايل جدا ومحترم جدا عندنا، مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية، يعني عندنا 127 فدان الحقيقة من أرقى المباني ومن أرقى المحتوى اللي ممكن تشوفه. والحقيقة أنا رحت العاصمة الإدارية وشفت الدنيا ماشية هناك إزاي، ورحت مركز مصر الثقافي الإسلامي ومعرض بمسجد مصر، وكل ده نمو ثقافي وفكر الحقيقة وتوعوي مهم جدا في اللي بتقومه اللي بتقوم به وزارة الثقافة. رحت أنا كمان حاجة يمكن اتكلمنا عليها مرة واثنين وثلاثة، مسرح المواجهة والمخرج الجميل محمد الشرقاوي والقطاعات المتخصصة في المسرح جوه وزارة الثقافة والأستاذ خالد جلال ربنا يديله الصحة، يعني 148 مسرح متجول أو مسرح تجوال عشان يناقش كل الأفكار المتطرفة في الريف والنجوع والقرى في مصر، والحقيقة ده شيء محترم جدا، وأتمنى أن يتم تسليط الضوء عليه من خلال البرامج المختلفة، أن يتم تسليط الضوء على هذا المسرح، لانه الحقيقه محمد الشرقاوي والزملاء اللي معاه بيقوموا بجهد كبير جدا في هذا الاطار. وانا بتكلم على الثقافه والسياحه والاثار، عندي خبر برضو يهم حضراتكم، انه وزاره التضامن عملت النهارده القرعه الالكترونيه لاختيار 7500 حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الاهليه لموسم 1445 هجرية و 2024 ميلادية. والحقيقة في بعض الأمور اتخذت في هذا الأمر. مش حد معانا يا شباب؟ طيب أستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، وده راجل برضو راجل من المحترمين جدا في الوزارة، ويعني بنسعى إليه دايما لما بنكون عايزين أي تفسير لأي حاجة أو أي سؤال عن أي شيء، هذا الرجل لا يتأخر عنا. يعني بشكرك يا أستاذ أيمن، شكر جزيل دايما على مجهودك معنا. لا يا فندم، أنا بشكر حضرتك وبتشرف دايما أن أنا أتكلم مع سيادتك وأن أنا أكون مداخلة في برنامجك المسموع. يعني الله يخليك يا فندم. إيه أبرز الحاجات اللي اتخذت النهاردة في القرعة والخدمات اللي هتتقدم للحجاج هذا العام بإذن الله،
والتفاتوا على الاسعار اخبارها ايه؟ النهارده معالي الوزيره الدكتوره نجيب القباج اعلنت في المؤتمر فوز 7500 حج تمام من حجاج الجمعيات المتقدمين من بين 23400. تم اجراء القرعه الكترونيا لاختيار الممثلين 27 محافظه تمام. الوزاره من خلال المؤسسه بتنفذ ثلاث مستويات للحج. المستوى الاول 5 نجوم بساحه الحرم النبوي والحرم المكي. قيمه المستوى أيوة. 335000 بخلاف قيمه تذكره الطيران 335 235000 235000 شامل الوجبات مفتوح وجبتين يوميا طوال مده الرحله ده يعادل الحج السياحي اللي بره يا استاذ ايمن طبعا هي مشاعر 5 نجوم وفنادق 5 نجوم في مكه وفي المدينه المستوى الثاني المستوى اقتصادي أيوة. اول التكلفه 168000 ايوه برضه فنادق لا تزيد عن 800 متر عن الحرم المكي و300 متر عن الحرم النبوي فنادق مصنفه بنقدم من خلالها برضه وجبات بوفيه مفتوح فطار وغدا طوال مده الرحله والمستوى الثالث الاقتصادي 151000 فنادق مصنفه في شارع ابراهيم الخليل بتبعد عن الحرم حد اقصى 1400 متر في المدينه فنادق لا تزيد عن 600 متر عن الحرم النبوي كل المستويات تم تحديدها بناء على رغبات المواطنين في التسجيل من خلال حج الجمعيات احنا مصنفين البرامج ثلاثة فكل مواطن كان بيتقدم للمستوى اللي بيرغب فيه تمام وتم اجراء القرعه لكل مستوى على حده لاختيار الفائز ان شاء الله فور ما الشركه الوطنيه مصر للطيران تحدد اسعار تذاكر الطيران هيتم تسديد الدفعه الخاصه بقيمه التذكره يعني ده بره التذكره يا استاذ ايمن يعني يضاف لي قيمة التذكرة قيمة تذكرة الطيران لأنها حتى الآن لم تحدد من خلال الشركة يعني هذا المبلغ يضاف لي بعد كده قيمة التذكرة أو 168 أو 151 غير شامل قيمة تذكرة الطيران تمام وأنتوا بالنسبة للجمعيات الأهلية وحج الجمعيات الأهلية الحصة بتبقى قد إيه عند حضرتك؟ 7500 حجة هذا العام وتقدم ليهم 23400 مواطن 23400 اللي تقدموا للفوز بال 7500 تأشيرة يعني اللي تقدم 23400 تمام خدت منهم 7500 مظبوط من خلال قرعة الكترونية تم اجراءها عبر البوابة الموحدة للحج اللي بتشرف عليها وزارة الداخلية طيب هل في حاجة جديدة السنة دي مقدمة عن السنوات السابقة؟ لا هو الجديد طبعا السنه دي زي ما قلت لحضرتك التحسين الخدمات الخاصه بالمشاعر تم التعاقد على خدمات 5 نجوم بالنسبه للمستوى الاول والخدمات الاربع نجوم بالنسبه لبقيه المستويات على جميع الفنادق في المدينه المنوره حتى اقصى صف ثالث من الحرم النبوي في المنطقه الشماليه وده في المدينه المنوره وفي مكه المكرمه كله في المنطقه المركزيه احنا حريصين على ان شاء الله نفتح باب التقدم لاشراف الجمعيات خلال فتره من 2 يناير حتى 16 يناير القادم لاختيار المشرفين المرافقين للحجاج من اعضاء الجمعيات الاهليه. بشكرك الاستاذ ايمن عبد الموجود وبشكر حضرتك دايما وبشكر الوزاره وبشكر جهدكم وربنا يا رب يتمها على خير وفريضه من الفرائض المهمه جدا ومن الاركان المهمه جدا بالنسبه للمسلم وان شاء الله باذن الله تتم على خير وحج مقبول وذنب مغفور لكل اللي ربنا كتب لهم الحج هذا العام ويروحوا ويرجعوا بالسلامه باذن الله. عندي خبر لطيف شويه كده يعني من الحاجات الايجابيه ومن الملف برضو اللي احنا دايما نشيد بيه. عندنا هيئه الرعايه الصحيه تعلن نجاح عمليتين جريدتين للقسطره القلبيه دون جراحه. دون جراحه، يعني عمليه قسطره دون جراحه. العمليه بتتكلف كام يا فندم؟ كام يا فندم؟ 600,000 جنيه. العمليه بتتعمل بكام؟ 400 جنيه. تاخدين بالكم من الرقمين؟ العمليات دي تكلفتها تبقى 400,000 جنيه. بتتعمل في
هيئة الرعاية الصحية والتأمين والتأمين الشامل بيدفع 400 جنيه. احنا ملف الرعاية الصحية وملف منظومة التأمين الصحي الشامل ده احنا من الملفات الحقيقة اللي دايما بتنور قلوبنا كده واحنا ما بنيجي نتكلم عليه. حقيقة واحد من الملفات المهمة جدا اللي ومن المبادرات الرئاسية المحترمة جدا والموقرة جدا ويا رب المزيد يا رب المزيد. هذه الرعاية الصحية بتطبق في حاليا دلوقتي بتطبق في 6 محافظات. ان شاء الله في 2030 بإذن الله هتطبق على جميع المحافظات او في جميع المحافظات في مصر. ويبقى لكل مواطن مصري في محافظته ليه ملف كده اسمه ملف الصحي. حاجة بقى كده محترمة. وانا رحت قبل كده الحقيقة رحت ثلاث محافظات. رحت الإسماعيلية ورحت الأقصر ورحنا برضو جولة كده مع الدكاترة والأساتذة المسؤولين. رحنا برضو زرنا كام موقع كده في محافظاتنا. ده مستشفى إزيز للولادة في الأقصر. حتى يعني من ضمن الحاجات اللي الحقيقة بتسعدني إن أنا ما بسأل المواطن هل أنت راضي عن هذه الخدمة. خلي بالك لأن في عملية التأمين الصحي الشامل ده أو منظومة التأمين الصحي الشامل دي في قطاع كده اسمه قطاع رضا المنتفعين. ده اسمه كده رضا المنتفعين. يعني المنتفع اللي هو المريض يعني بيروح يسألوه انت مبسوط من الخدمة ولا لا. ممكن يقول لهم لا انا مش مبسوط من الخدمة. يشوفوا له ايه اللي يسعده. انا مش بهزر والله ده الواقع. ايه اللي يسعد حضرتك. ممكن يقول لحضرتكم الدكتور ده بيعاملني وحش. الحتة دي مش عجباني. الغرفة دي ممكن اتنقل ليها. لما بيلاقوا شكوته على صواب ده منظومة التأمين الصحي الشامل. ده المنظومة اللي انا زي ما قلت حضراتكم ده تحت رعاية رئيس الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. من ضمن ال 14 مبادرة او ال 15 مبادرة اللي طالعين من وزارة الصحة. وده مشروع ده بقى اللي هو التأمين الصحي الشامل ده مشروع بقى دي بقى ابو المبادرة. ده ابو المشاريع لو انا بقول لحضراتكم عليه ده يعتبر ابو المشاريع. هذا المشروع على فكرة كان من 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 سنوات مضت كان مطروح للتحقيق. لكن كل ما تيجي تبص تلاقوا الدنيا مش ماشية. الدنيا مش ماشية. مفيش ميزانية. مفيش. ورغم الـ يعني التحول الاقتصادي الشديد اللي موجود في العالم ورغم الأزمات الاقتصادية الموجودة في العالم طبعا انعكاس ده على مصر. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي صمم على هذا الملف وصمم على هذا المشروع العملاق وصمم على أم المبادرات. خلينا نسميها أنا من وجهة نظر كده هذا المشروع هو أم المبادرات. لو شفنا مشاريع رايحة لو حضرتك شفت تفاصيله عملية ب 600,000 بتتعمل ب 400 جنيه. هذا الأمر يعني مستشفى أزيس اللي قدامكم دي متخصصة في الولادة في الأقصر. في مريضة قعدت 60 يوم في الرعاية المركزة دفعت كام يا فندم في الحدوته دي؟ 300 جنيه. عارفين اليوم في العنايه المركزه هيكلف كام؟ بيخش مثلا في حوالي في 2500 في 6000 في 4000 في 8000 في. لكن انا بقول لحضرتك قعدت 60 يوم دفعت 300 جنيه. مش بقول لحضرتك ان كل المستشفيات كده دلوقتي لا. المبادره او منظومه التامين الصحي الشامل في المناطق اللي في بورسعيد في الاقصر في الإسماعيلية في جنوب سيناء أنا أكلم في السويس أكلم حضراتكم في محافظات بعينها في أسوان قريب. فأنا بكلم حضراتكم في هذه المبادرة أو هذا المشروع العملاق اللي هيخلينا الحقيقة في سكة تانية خالص. خلينا في حلم جديد إحنا ما كناش متخيلين. فأنا لو أنا بتكلم على 2023 من وجهة نظر إحنا كبرنامج وكبرنامج بيحتك بالشارع المصري ويحتك بالمواطن المصري كل اسبوع وبننزل نعمل تقارير خارجيه هذا المشروع شرف لنا شرف لنا. سياده الوزير لما سياده وزير الصحه لما كنا من ضمن اللي تم تكريمهم في المؤتمر السنوي لمشروع الرعايه الصحيه وكان الدكتور عوض تاج الدين موجود وكان السيد وزير الصحه موجود. وزير الصحة أعلن إن 2024
ان هيتم تدشين هذا المشروع في محافظات كبيرة وفي محافظات عدد سكانها كبير، وهنبدأ بقى نخوض التجربة في مرحلة تانية جدا. فالحقيقة من الحاجات المحترمة جدا لهذا المشروع، انا بقول لحضراتكم انه واحد من اهم المشاريع اللي هنلحظها في السنوات اللي كانت. الحقيقة اما تسأل مواطن كده منتظر والدته او اخته او زوجته وهي بتعمل عملية جوه، بتكلم في الولادة مثلا، بتعمل عملية جوه، وفي كل هذا الملف اللي كان بيدفع له ألفات وكان بيبقى مجهد جدا للأسرة المصرية، النهاردة بتدفع 400 جنيه. عملية قسطرة قلب بتتكلف 600,000 جنيه، بعملها ب 400 جنيه. حضرتك هتقول اللي انت بتقوله ده يا والله يا فندم، وقت ما يطبق هذا المشروع العملاق في المكان اللي انت فيه او في المحافظة اللي انت فيها هتلاحظ هذا الامر، وتلاحظ هذا الامر جليا باذن الله. هو بيطبق دلوقتي بست محافظات، ان شاء الله يبقى بعد كده بيطبق في كل المحافظات. جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم ال18 وتكرم 60 من علمائها وباحثيها. زميلنا العزيز طارق احمد خطف كاميرا كده منشط وذهب الى واحدة من اهم الجامعات وهي جامعة القاهرة واحتفل معاهم، ونقل لحضراتكم في تقرير عيد العلم ال18 وتكريم عدد من الوزراء و60 شخصية من علماء أو من علمائنا المصريين ومن علماء جامعة القاهرة. شوف هذا التقرير مع زميلنا طارق أحمد، وناخد فاصل ونرجع لحضراتكم. وسط أجواء من التقدير والتكريم، نظمت جامعة القاهرة احتفالية عيد العلم 18 والذي شهد تكريم عدد من الشخصيات العامة و60 عالما ومفكرا وباحثا من الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية في مختلف المجالات العلمية. في تكريم في مختلف للفائزين في جوائز في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأيضا في الطب والهندسة والإحصاء والعلوم الأساسية زي الزراعة والطب البيطري والهندسة. الاحتفالية بدأت بدخول موكب مجلس الجامعة لقاعة الاحتفالات الكبرى، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن إنشاء جامعة القاهرة الدولية مع كلمات الحضور قبل أن تجرى مراسم تكريم العلماء والنابغين. حصلت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في العام الماضي، وطبعا ده أعلى تكريم، لأن حضرتك تعلم أن الأستاذ الجامعي تكريمه بيبقى على أساس يومي عندما يجد صدى طيب إيجابي لدى طلابه. لكن طبعا تكريم الدولة وتكريم الجامعة ده شيء مختلف بيمثل أعلى مراتب أو مراحل التقييم. سعيدة جدا في تكريم جامعتي ليا، جامعة القاهرة الجامعة العريقة، وده مش أول تكريم. أنا قبل كده حصلت على جائزة الدولة للتفوق، ثم جائزة الجامعة التقديرية، وهذا العام جائزة المرأة التقديرية. فسعيدة جدا بهذا التكريم. نحن في الجامعة الأم، وأنا أقترب من العام 50 من العمل في الجامعة، وهذا في حد ذاته قيمة كبيرة، لأنه أن تكون هذه الجامعة هي التي خرج من رحمها العلمي جامعات مصر أو أغلب جامعات مصر الحديثة، وقام أساتذتها بالمعاونة في نشأة الجامعات الخاصة والتعليم الخاص الجامعي، فهذا شرف كبير لا يعدوه شرف. هذا وشهدت احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة استعراضاً لإنجازاتها العلمية المتنوعة وتقدمها في المراكز البحثية في عدد كبير من التصنيفات العلمية الدولية، فضلاً عن جهود تطوير وإنشاء عدد من الكليات الجديدة بما يتوافق ووظائف المستقبل. منشط طارق أحمد. عدنا لحضراتكم. احنا برضو من ضمن الحاجات اللي لازم حضراتكم تطلعوا عليها عشان المجهود ما يكونش مجرد تقرير احنا بنعمله بنتوقع على الله. ملف التعليم التكنولوجي، واحنا مصممين اللي هو ملف التعليم الفني والتكنولوجي ده، مصممين انه يحدث تغييرا في فكر الأسرة المصرية
تجاه هذا الملف المهم. ايه بقى؟ لانك انت لازم تربط سوق العمل واحتياجات سوق العمل بهذا الملف. عايز الطالب اللي يتخرج من هذه المدرسة سوق العمل يبقى محتاجه، وفي نفس الوقت برضو في شريك في القطاع الخاص بيبقى اسمه شريك في العملية التعليمية، او رجال اعمال كبار ليهم وضعية معينة زي مؤسسة العربي، زي مؤسسة السويدي، زي ودي مدارس خلاص. والوزراء دلوقتي ما شاء الله بيروحوا بقى يعني يقصوا شريط حاجة معينة، بيروحوا يحضر احتفالات هذه المدارس. وفي الحقيقة الشريك من رجال الأعمال ده مع الدولة المصرية، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار، الحقيقة بيخدم عقلية المصريين خلال المرحلة الجاية وخلال الأجيال الجاية. رحت أنا كذا مدرسة وتشرفت أن أنا أكون في كذا مدرسة، والحقيقة شيء محترم جدا ومبدي. دي الدهب، دي مدرسة الدهب، وإيجيبت جولد كانت في العبور، الحقيقة بتجيب مجموع في الإعدادي. ورحت ام سي في بتاعة الأوتوبيسات اللي هي بدورين، وبتصدر لأوروبا وبتصدر لدول في جنوب شرق آسيا وهو الآخر. العملية دي مهمة جدا. ورحنا حتى الجامعات التكنولوجية اللي هو بعد ما يتخرج من المدرسة دي بيروح الجامعة التكنولوجية دي أو بيتعامل معاها، أو أنك ممكن تاخد ثانوية عامة وتخش الجامعة. والحقيقة أن هذا المستوى من الشراكة ما بين القطاع الخاص والدولة المصرية الحقيقة شيء محترم جدا ومقدر جدا، لأنه احنا حتى يعني كنا سعدة جدا جدا لما بتكلم عن هذا الملف، كنا سعدة جدا جدا هذا الأسبوع أن احنا رحنا واحدة من أهم المدارس في مصر أو أهم النظم المدرسية في مصر اللي هي مدرسة ستيم، ورحناها في العبور. والحقيقة مدرسة ستيم دي احنا رحناها وهنبقى نتكلم عليها بعدين، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الخميس الجاي بإذن الله نذيع هذا التقرير بتاع مدرسة ستيم، لأنه هنرجع لها بعد ما نشوف هذا الملف كده، نرجع كده نشوف الدنيا ايه. احنا دلوقتي داخلين على التعليم التكنولوجي والفني وربطه باحتياجات سوق العمل والمدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية. نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. احنا مع الملف ده قلبا وقالبا، ومع التطوير اللي بيحصل في الملف ده قلبا وقالبا. احنا النهاردة في واحدة من المدارس فريدة من نوعها على مستوى مصر، على مستوى العالم العربي، على مستوى افريقيا. المدرسة دي مؤسسة ابدأ او مبادرة ابدأ وترعاها، وهي اسمها مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر. عندنا في التعليم الفني في التكنولوجيا التطبيقية ثلاث مدارس للذكاء الاصطناعي، في بعضهم منهم في الصعيد وفي واحدة في القاهرة ودي تاني واحدة في مدينة بدر. الهدف الأساسي من مدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي هي تخريج طالب تقني تكنولوجيست قادر على مواكبة سوق العمل. الميزة ان هي طبعا قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، طبعا حضرتك عارف دي مدينة ذكية، واحتياج المنطقة الصناعية هنا للتخصص ده بالتحديد، فده كان سبب اختيار مدينة بدر لإقامة المدرسة في المكان ده. هم مفكرين التعليم الفني ده يعني أسوأ من الثانوي، لكن بالعكس ده هو أفضل، وكمان بنتدرب على الكمبيوتر وبندرس مواد زي الجامعة بالظبط، يعني بنخرج سنة ثالثة بيبقى زي المتخرج من الجامعة، عندنا نفس المعلومات. وليه ما رحتش ثانوي عام؟ ما أعرفش، حسيت إن الفرصة دي أحسن يعني في المستقبل. مدرسة جميلة جدا واستقبال من المدير، والصراحة حاجات جميلة جدا، وكمان المدرسين طريقة تعاملهم معنا جميلة جدا، مفيش أي طريقة وحشة ولا أي حاجة. بصراحة الواحد أساسا يعني حتى خايف من المادة حتى لو هي صعبة، وهم بيحببونا فيها ويخلونا نحس إنها صعبة. دي المدرسة اللي هتفرخ الناس القادرين على التعامل مع تطبيقات الذكاء الصناعي في الصناعة الحديثة وفي الثورة الصناعية الرابعة. سوق العمل عايز حضرتك بتعرف تعمل ايه، مش حضرتك معاك شهادة شكلها ايه. وطبعا حضرتك عارف ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة عامة هي فعلا فعلا تطوير للتعليم الفني.
مدرسه ام سي في للتكنولوجيا التطبيقيه. تعليم فني لمده 3 سنين بيبقى بيحصل الطالب فيه على دبلوم ثانوي فني. أيوة. صناعي. الهدف بتاعنا واحد. حلو. ان ياخد من المكان ده ناس تفيد البلد. تمام. كنوع من المشاركه المجتمعيه عشان نوعيه المدارس اللي شبه كده بالظبط. ليها اثر على سوق العمل. حلو. قوي جدا. بيخرج على فين بقى؟ بيبقى قدامه طريق من 2. أيوة. لو عايز يكمل تعليم طبعا دي حريه شخصيه. لو عايز يكمل تعليم بتبقى قدامه كليات التكنولوجيا بالظبط. ده على حسب مجموعه بالظبط. دي بتعتمد على تنسيق وعلى حسب مجموعه. لو هو حابب يكمل في المصنع طبعا. المصنع بيبقى فاتح دراعاته لاولاده. وهو بيكون ليه الاولويه ان هو يشتغل في المصنع. طالب هنا مش بيدرس بس مواد صخريه بس. أيوة. انا يهمني التدريب العملي والتدريب الميداني. ممتاز. اللي بياخده هنا عشان لما يخرج بره في سوق العمل يلاقي فرصه مناسبه. ليه ما رحتش السنة؟ انت جايب مجموع كام؟ جايب مجموع 240. ايه اللي جابك من اسماعيليه لهنا يا محمد؟ ان حضرتك ان انا عجباني المدرسه كتعليم وكتدريب ميدان. التعليم بتاعها احسن وافضل. انا حبيتها من قلبي. من قلبي. من قلبي. اعمل كده بقى. اعمل كده. يا جامد انت. يا جامد يا جامد يا جامد. الإعدادية كم في المية؟ 245. كم في المية؟ يعني 88. هو كبير احنا بقى المجموعة كبيرة طبعا. هو هيبقى حابب المكان لأنه قعد فيه 3 سنين. هيدي أحسن ما عنده وإحنا هنديله أفضل ما عندنا. الطالب المجتهد تسيبوه؟ لا طبعا. احنا بنمسك فيه وبنوظفه كمان بمرتب أعلى من العادي. بنحسب له ال3 سنين اللي درسهم دول سنين خبرة. بنتدرب مع نظره بنيجي نطبقها مع المشرفين على الرسم مع عمل. ان شاء الله بعد ما اخلص هكمل كليه ان شاء الله. قول لي ذمتك يعني انت جبت كام في الاعداديه؟ جاب 258. كام في المية؟ 93. تقول ايه لواحد زميلك في 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 اعدادي وهيخلص الاعداديه وعايز يعني يفكر؟ هداك ام سي في دي بتبني راجل، بتطلع راجل. يا جاي. ده مجال مفتوح بيضمن لك وظيفه، بيضمن لك انت بمدرب وفاهم. برضو ممكن في طلبه بتحب تكمل هندسه، فالمجال مفتوح ومرحب بالجميع في ام سي في. المدرسه بيتخرج منها الطالب في المرحله الثانويه، بعد ما بيخلص بيجي هنا الجامعه. حاجه كده زي ما حضراتكم شايفين كده، جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه. فانا هاكرر مره واثنين وثلاثه وعشر، المستقبل للمدارس التكنولوجية وللجامعات التكنولوجية. يعني بقت الناس مهتمة جدا تدخل أولادها في هذه المدارس ومن ثم هذه الجامعات، إن هم شايفين إن دي الحاجة الفعلية للسوق والشغل في حتت كتير يعني. الفكر أو التعليم التكنولوجي هو القاطرة لأي مجتمع عاوز ينمو. جامعات التكنولوجية في اليابان هي المسيطرة على كل عمليات الصناعة. إحنا بنستقطب الطلبة دول عشان يكملوا معانا لأن هم كانوا بذرة كويسة في التعليم التكنولوجي. ايه بقى اللي جابك هنا؟ انا في الفرقه الثالثه قسم ميكاترونكس. حلو. عجبني القسم وقريت عنه وتعمقت فيه فعجبني. وكليات التكنولوجيا كمان انا عجبتني الفكره بتاعتها ان هو دامج ما بين عملي ونظري. احنا مشاريع التخرج عندنا بناخدها من مشاكل حقيقيه في الصناعه. صحيح. وبنشغل الطالب عليها مع الساده المشرفين وبنجيب المشاكل الحقيقيه. المشاكل الحقيقيه دي بيبقى لها معايير تقييم ومعايير نجاح معينه بيحتاجها سوق العمل. الطالب نفسه لما شاف الحاجه دي براكتيكال قدامه قدام عينه شغاله. لا الامر فرق خالص بالنسبه له. يعني الحاجات دي كانت الاول مبهمه. يعني لازم أن يروح ورشه جوه ويشوف ويفك ويركب والكلام ده. هنا عملناها له سيموليشن فاصبح ان انا بحاكي الواقع عنده. ده مشروع بيقوم على تحسين جوده الشبكه بحيث ان انا مستخدمه كنترول سيستم. الكنترول سيستم معتمد على حاجه اسمها شنت اكتف باور سيستم. بعمل فلتريشن او بعمل فلتر للكهرباء او الطاقه الغير مستهلكه. طالب حاسس انه له مستقبل هنا بالامانه؟
اكيد طبعا. اولا احنا يعني البذره الاساسيه، لو انا مش محسسه الطالب ان هو شيء مهم في المجتمع وان هو الدراسه بتاعته لها قيمه وان هو ياثر في المجتمع عندي، الطالب عمره ما هيحس بحاجه زي كده. لا، انا لما بطلع الطالب بره ياخد تدريبات واعرفه ان هو ايه اللي موجود في الخارج ويطلع بالفعل يلاقيه ويلاقي الشركات فعلا بتستفيد منه، فهو بيحس فعلا له مستقبل. بدأنا الحكاية بتاعت الجامعات التكنولوجية من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجينا هنا بقى نستكمل مع حضراتكم كده الحدوتة من جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية. جامعات التكنولوجية مبنية أصلاً زيها زي الجامعات الأهلية على البرامج وليس الكلية، وده فكر اقتصادي 100% يعني. إن أنا يبقى فيه نوع من الفلكسبيليتي. عندنا كم طالب هنا في الـ 1265 طالب. خريج ايه؟ ثانوي فني مدارس تكنولوجيا التطبيقية. طب وانت شايف ان لما انت تيجي هنا وتتخرج كده هتلاقي لك شغل؟ اكيد طبعا. انا لو انا مش شايف المجال ده هكون كويس فيه في المستقبل ما كنتش دخلته من البداية. دولة تصرف على ده، ده معناه ايه؟ رسائل بتوجهها للمجتمع. أيوة. التحول إلى التكنولوجيا. أيوة. التحول إلى المجتمعات الصناعية، المجتمعات المنتجة وليس المجتمعات المستهلكة. وقيمة الإنسان العامل وقيمة العمل اليدوي وبقى والوقوف على مكان والصناعة. دي رسائل متعددة. قول لي الحالة العامة كده اللي انت شايفها في الجامعة لما نخرج هنلاقي فرص عمل أكتر كويس، فده يترتب عليه ان انا هلاقي يعني هيركب مع طموحي تمام للمستقبل. يعني انت شايف الدنيا كويسه بصراحه؟ انا شايف ان الجامعه حققت حاجات كتيره جدا في وقت قصير يعني. حضرتك المباني ديت خلصت في وقت قياسي جدا، واحنا كنا بنحضر وشاهدين عليها وهي بتتبني. ايه اللي خلى حضرتك تسيب الغربيه وتيجي هنا؟ كنت حابه الجامعه يعني كنظامها ولسه جديد التكنولوجيين حاجه جديده يعني هنا ويبقى لينا سوق عمل طبعا ومطلوبين، واحنا هنبقى اول دفعه نتخرج فيبقى لنا مستقبل في الشغل وكده. كلنا في الجامعه هنا سواء احنا كطلبه كاداره يعني هدفنا واحد ان احنا نعلي من قيمه الجامعه. واحنا في تحول كبير جدا في العمليات التعليميه، ان شاء الله باذن الله كل اخواتي وحبايبنا اللي قاعدين معانا يكونوا في طليعه الناس اللي تغير في العمليات التعليميه في المستقبل باذن الله. ده ملف من الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها في اكتر من اسبوع، انا في اكتر من تقرير، والحقيقه يعني زملائنا عبد العليم ابراهيم وفهد وحيد عملوا مجهود كبير عشان كل واحد. فهد وحيد وعبد العليم ابراهيم لا مانع برضه ان احنا نقول يعني الاثنين الحقيقه بذلوا مجهود كبير جدا انه يختصروا لكل الملف. انا عاجبني شكرا عم مشرف، شوف له شوف الصوره كده من على الشاشه كده، مالكش دعوه بيها هاتها كده على الله الله. ده كان في ام سي في، ده في الصالحيه، وهذا الطالب الجميل اللي بيقول لك انا بتعلم كل حاجه في مدرسه الصالحيه، والنبي ممكن يا استاذ اشرف طار تبعت لي الصوره دي والنبي تاخدها كده وتبعتها لي. حلوه الصوره دي، حلو الفكره انك انت تندمج مع الطالب. انا الحقيقه شفت التقرير كذا مره لكن ما اكتشفتش جمال الصوره وجمال الحوار اللي مع هذا الطالب الجميل الا من خلال التقرير بتاع اللي انا شفته دلوقتي ده، لان انا حتى انا بساله قال لي انا بحب ام سي في من قلبي، فانا قلت له من قلبك، فرحت اعمل له كده راح اعمل لي كده. فشكل صوره حلو وشكل الاندماج ما بين الطالب ومش عايز اقول مقدم البرنامج لان احنا اخوات في الاول والاخر واحنا رايحين نأدي شغلنا، فالحقيقه شيء ممتع جدا انك تشوف هذا الامر. واحنا بنتكلم في ده لان ده مهم جدا ان احنا برضو ننتقل الى شكل اخر من اشكال العمليه التعليميه في مصر، لانه لما انا بتكلم على مدارس التكنولوجيه وبتكلم على المدارس الفنيه وبتكلم على التعليم التكنولوجي سواء التعليم اللي هو ما بعد الثانوي او الثانوي العام او التعليم الجامعي، فالحقيقه دي كانت خلطه كده زي ما اقول لحضراتكم عبد العليم وفهد عملوها، لكن
وخلود طاهر كمان. يا خلود طاهر واشرف طاهر هم اخوات، ها صح، خلود طاهر واشرف طاهر. اول ما اخد بالي اقول ايوه يا عم كده اضحكوا يا عم. خلود طاهر واشرف طاهر، شكرا يا خلود، شكرا يا عم اشرف. الحاله بقى اللي انا بقول لحضراتكم ان احنا رحنا التعليم الفني بقالنا دلوقتي ثانوي، والحقيقه تجولنا في بقدر الامكان طبعا، تجولنا في بعض المدارس وتجولنا في بعض الجامعات، وانا اشهد انه برضو هذا الملف، وليس ان انا ازكي احد على احد، لكن خليني اقول برضو ان هذا الملف هو اراده سياسيه في البدايه واراده سياسيه في النهايه، لانه لولا ما فيش اراده، لولا يعني لو ما فيش اراده سياسيه مش يعني هذا الملف مش هياخد المسار المهم والطبيعي واللي ان شاء الله باذن الله نشوفه في المرحله الجايه. خلي بال حضراتكم جدا من الاراده السياسيه في هذا الملف، من النجاحات المهمه جدا للدوله المصريه ايضا زي ما كنا بنتكلم على منظومه التامين الصحي الشامل، انتقل الى منظومه التعليم بشكل الحضاري، ان انا عندي تعليم فني، تعليم تكنولوجي، واربط ده بسوق العمل بالتعاون مع الشريك المهم جدا اللي هو رجل الاعمال، وان احنا بكل حب وبكل فخر وبكل اهتمام وبكل ود نقول هذه المؤسسه تتعامل مع هذه المدرسه، هذه المؤسسه الخاصه تتعامل مع هذه المدرسه او هذا القطاع، فبقى عندنا جولد ذهب، بقى عندنا سيارات، بقى عندنا كابلات، بقى عندنا في كل الكهرباء، في حاجات كده معينه اللي احنا بنتكلم فيها في هذا. فالحقيقه شيء من الابداع ان احنا نروح للاماكن دي ونعرضها على حضراتكم. طيب حاجه عندي مختلفه بشكل ما، والدوله لما رأت ده من 2011 والحقيقه عظمته بعد 2015، عظمته جدا، اللي طالب خلي بال حضرتك بيجيب 98% من الماس من الحساب، 98% من ده في البدايه، 98% من في الانجليزي، ومتفوق في الفيزياء والكيمياء والحاجات دي في الاعدادي. يعني بعد ما يتخرج من الاعداديه الدوله قالت لك طيب ليه ما نستفيدش من العقول المتقدمه والعقول المتفوقه، ليه الناس دي ما تبقاش نوابغ وانا اخدها اعمل نوع من المعمل، يعني عارفين المعمل كده، احطه في حضانه عبقريه، حضانه تستفيد من المجهود بتاعه والتقدم بتاعه والعلم بتاعه، لان في كتير جدا محتاجين البيئه الصالحه. ايوه انا عمال انقيها من الصبح، البيئه الصالحه لافكار وادمغه وعقول هؤلاء الطلبه. فالدوله قالت لك اعمل مدارس تهتم بهذا الامر. باختصارا كده المدارس دي اسمها ستيم، عندنا 20 فرع الستيم او عندنا 20 مدرسة باسم ستيم في مختلف محافظات الجمهورية، عندنا في القاهرة تقريبا كم مدرسة. رحنا احنا بقى العبور، رحنا العبور برضو عشان نشوف مدرسة ستيم هناك الدنيا ماشية ازاي، وقابلنا الحقيقة المدرسين والطلبة ورحنا قعدنا معاهم. الحقيقة استمتعنا بنفس الاستمتاع هؤلاء الطلبة والطالبات. يعني احنا رحنا حضرنا الطابور، مش عارف صورة الطابور هنا ولا لا، حضرنا الطابور عملنا التمرينات معاهم، والولاد الحقيقة يعني اتبسطوا جدا في فكرة انك انت تروح، معلش انا مش بأزكي نفسي، لكن انت كمذيع لما تروح بدري تحضر الطابور مع الطلبة، وانا كنت الساعة 7 بالظبط كنت هنا، وزمايلي المصورين رايحين من 5:30 وظبطوا حالهم، ورحنا احنا شفنا بقى الجانب التكنولوجي، الجانب التفوقي، انه هذا الطالب وهذه الطالبة بيروحوا من يوم الحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس، الخمس ايام دول خلي بال حضراتكم ده مطعم، ده المطعم بتاعهم، خمس ايام دول اعاشة، يعني هم خمس ايام فطار وغدا وعشاء واقامة، فطار وغدا وعشاء دي غرف الاقامه،
دي غرف يعني المكتبة. اللي أنا بقول لحضراتكم عليه في الأول والآخر إن فكرة إن الدولة بدأت تناقش نفسها، حلوة تناقش نفسها دي، وتضارع في فكرة إن وتنافس إنه فكرة إنه هنا فكرة كويسة، لا أنا عندي فكرة أحسن، هنا فكرة طيبة. أنا بتكلم على الملفات اللي بتبهج، اللي بتدينا أمل في الدولة المصرية في القادم، وبتدينا أمل في الأجيال. ملف التعليم على فكرة مش ملف عين، إذا كنت عايز دولة قوية يبقى مسلحة بالعلم، ومش أي علم، مسلحة بالعلم القوي، بالعلم المتحضر. بصوا الملامع بتاعت الولاد، بصوا الملامع بتاعت البنات، بصوا المدرس بيشتغل ازاي، بصوا. على فكره ده اول يوم في الاسبوع، احنا رحنا لهم يوم الاحد، ده اول يوم في الاسبوع. هنا بصوا دي اللقطه، مش عارف في صوت فيها ولا لا. فيش يا شباب، في صوت؟ مفيش صوت. خساره. ان شاء الله الاسبوع الجاي، اصل احنا وعدناهم ان احنا هنذيع ده يوم الخميس اللي هو النهارده، لكن احنا كنا يعني قلنا من الافضل ناجله عشان نجهزه بالصورة المطلوبة، لأنه في شوية فنيات كده في الصورة، في شوية فنيات في الحوار، احنا قلنا نظبطه أكتر ويبقى معانا يوم الخميس الجاي. لكن كل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد مدير المدرسة، وكل الشكر والتقدير لكل المسؤولين جوه المدرسة. الأستاذة رشا ربنا يكرمها كانت معانا، وطبعا ده مش عايز أقول بتعليمات، لكن ربط هذا الأمر بوزارة التربية والتعليم. والحقيقة احنا مستمتعين بكل الإجراءات اللي بتتم في مثل هذه المدارس وفي مثل هذه القطاعات. انا بشكر السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيقعدوا يا جدعان الخمس ايام في المدرسة واكلين نايمين شاربين مذاكرين بيتعلموا. خلي بال حضراتكم الأستاذ جاد، بشكرك يا أستاذ جاد، والأستاذ جاد ده هتشوفوه الأسبوع الجاي. أستاذ جاد ده إيه 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 فكرة الأستاذ جاد؟ هذا الرجل الجميل كان فيه، هو المدير بتاع المعمل بتاع الأفكار، يعني الطالب وهو قاعد في الفصل بتاعه جات له فكرة معينة، بينزل للأستاذ جاد يقول له يا أستاذ جاد أنا عندي فكرة معينة عايز أنفذها، يقوم الأستاذ جاد يوفر له كافة الإمكانيات من داخل المدرسة اللي الإمكانيات بتوفرها من وزارة التربية والتعليم، وبيجيب الإمكانيات دي المادة الخام، وبيقول للطالب ده اتفضل يا أيها الطالب نفذ فكرتك بكل أريحية، وده مجاني وما بياخدش فلوس من الطالب. الطالب بيدفع اللي هو قيمة السنة اللي بيتعلمها. وهنا شوفوا حضراتكم ده بقى أفكار بتطلع، دي المكان بتاع المكان بتاع الراحة، أوضة النوم يعني زي ما بيقولوا، وده المكان بتاع المطعم. والحقيقة بكل احترام بقول لحضراتكم هتشوفوا مدارس أو مدرسة ستيم، نموذج لمدارس أو نموذج لنظام ستيم في مصر. حضراتكم تسمعوا الكلام ده كتير، لكن أنا جيراني إخواتي أصدقائي هنا صحابي أي حد بيشوف هذا التقرير أو هيشوفه بإذن الله يوم الخميس القادم، يشوف ازاي ابنه ممكن يخش هذه المدرسة، وازاي ابنه ممكن يطور نفسه في هذه المدرسة. فالحقيقة كل احترام وتقدير للحكومة والدولة والرئاسة اللي الحقيقة متبنية هذا الأمر، تبني واضح جدا وكاشف جدا لحقيقة انها مواطن صالح يبدأ من التعليم الصالح، ويبدأ من فكرة التعليم ومدارس ستيم من ضمن النموذج. تعليم نموذجي، تعليم تكنولوجي، مدارس تكنولوجية، كليات تكنولوجية، مدارس متفوقين، كليات المتفوقين. في بقى حاجة أعظم بقى هقول لحضراتكم عليها، مدارس ستيم العشرين مدرسة دول وزارة التربية والتعليم بتدرس أن المتفوقين في العشرين مدرسة دول هتعمل لهم مدرسة لوحديهم اسمها مدرسة العبقرة. ده خبر حصري، هتعمل مدرسة اسمها مدرسة، هيبقى المدرسة كده مدرسة العبقرة. يطلع العشرة اللي موجودين في ستيم المعادي
10 الموجودين في ستيم العبور، 10 الموجودين في 10 الاوائل في ستيم الشرقيه، 10 الاوائل في ستيم المنصوره، 10 الاوائل في ستيم المحافظات الاخرى، يطلعوا ال10 الاوائل دول من كل محافظ من كل مدرسه ويتجمعوا في مدرسه واحده اسمها مدرسه العباقره. يا قوه الله، يا قوه الله، تحس ان انت لا. شكرا 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 لهذا الملف. بطلع من ده برضو لإرادة سياسية، إرادة سياسية. في عدي في حياة كريمة طبعا، لكن قبل ما اروح حياة كريمة، في صندوق تحيا مصر وبنك مصر والتضامن الاجتماعي وقعوا بروتوكول بقيمة 60 مليون جنيه لرعاية 100,000 أسرة وتغطية تكاليف الزواج لألف أسرة. في دكان كده اسمه دكان الفرحة، مسمى حلو قوي. هنا السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والصندوق تحيا مصر وبنك مصر حابب يوقعوا هذا البروتوكول. باين قوي انه هذا البروتوكول مريح نفسيا ومريح للفكرة اللي هم بيتكلموا فيها، وان شاء الله زي ما اقول لحضراتكم كده ان ده بروتوكول تعاون يهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية، ويشمل توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100,000 أسرة من الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقرا. دي صورة محترمة جدا 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 في هذا الأمر، لأنه ده برضو حياة كريمة، يعني ده بيسعى إلى حياة كريمة. لكن ملف الحياة كريمة نفسه، مبادرة حياة كريمة نفسها، حقيقة لينا فيها برضو باع طويل جدا من التجوال اللي احنا عملناه. أنا يا جدعان أنا بفكر انه الحاجات دي تتعمل دراما. الشركه المتحده، انا بتكلم بمنتهى الامانه، الشركه المتحده التقارير اللي احنا بنعملها من بره من بره الاستوديو، التقارير دي تتحول لدراما وهتعمل مشاهدات عاليه جدا وهتعمل تغيير في فكر المجتمع جدا. اللي انا باخد الفكره الشويه اللي بيسموها معقده او مش واسطة للمشاهد، انا ببسطها لك وبوديها لك في كبسولة كده، بقولك اتفرج عليه، خد هذا الامر بقى وحوله لدراما بقى. فاتمنى في هذا الامر 2 يناير الجاي هيبقى في 5 سنين على حياة كريمة، وان شاء الله نبقى نحتفل مع حضراتكم بمرور 5 سنين على حياة كريمة. تعالوا كده باختصار شديد وفي دقائق معدودة شوف حياة كريمة عملنا فيها ايه، ونلتقي بحضراتكم بكرة. عندنا شوية أخبار خاصة بزملاء، وعندنا شوية ابتكارات وشوية شكاوى كده هناخدها بكرة بإذن الله. احنا أجلنا ده بكرة، أجلنا ده كله البكرة عشان يبقى مع بعض، وبعدين يبقى في النص الثاني من الحلقة بتاعت بكرة حوارنا مع الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام. وإن شاء الله بكرة نلتقي بحضراتكم. شوفكم دايما على خير وبصحة وسعادة. شوف هذا التقرير بحياة كريمة وتصبحوا على خير. عايز اقول لحضراتكم ان حياة كريمة بدأت رسميا في يناير 2019 رسميا في مصر، يعني في انفاق حوالي 800 مليار جنيه، هتوصل لتريليون جنيه. انا كان في المرحلة الاولى، المرحلة الثانية بدأت. احنا هنا في المعصرة ملاوي، احدى القرى المهمة جدا في هذا الاطار. اللي دايما بيتكلم على حياة كريمة وبيتكلم انه مش لامس حياة كريمة كويس، لا، انزل الاماكن اللي متواجدة فيها حياة كريمة. واحد من اهم المشاريع القومية اللي حصلت في مصر في السنين اللي فاتت. هل انتوا حاسين بحاجة ملموسة، بتقدم ملموس في القرية؟ كل ده شغل جديد. عندك هنا مجمع مدارس، هنا ما كانش كله دوت كامل، كله يعتبر في حياته وضفة تاني. تمام. عندنا هنا هو سجل، هنا في كل حاجة. حلو. أي خدمة موجودة. حلو. عندنا هنا. حلو. وكل حاجة هو أي دخل خلانا عندنا. تمام. فنحب نقول له يا باشا تشكر يا رئيس، ونحب نتشرف بحضوره هنا تاني في القرية بتاعتنا. نظام الشباك الواحد. المواطن ما بيتحركش خالص. من قدام الموظف. غير لما ما يخلص
كل حاجته. انت عامل منظومه الشباك الواحد بالظبط كده. طب المواطن اللي هنا طبعا مش المعصره بس، اي بلد من البلاد اللي لا مكاتب التوثيق، اي حد بيخش على مكتب التوثيق ملوش اختصاص مكاني ولا زماني ولا الكلام دويت يعني. في حاجه انت طالبها تاني يعني؟ يعني انا هي كلمه واحده اقولها له، كمل يا ريس واحنا معاك. اهم حاجه احنا نحافظ على مظهر المكان، نحافظ على المنشآت اللي عاملها لنا الرئيس. الله ينور عليك. كناش حضرتك نحلم ان احنا نبقى في المستوى ده. مبسوط باللي حصل النهارده؟ مبسوط ده ولا في الاحلام. احنا كنا شايفين اي حاجه غير كده، حد كان عم يبص للصعيد ولا اي قريه، كله كان مدفون تحت الارض. في عهد سياده الرئيس السيسي شفنا اللي ما شفناهوش طول حياتنا. انا كنت من 10 سنين نمشي في اي طريق نروح ملة، وبيننا ما بين ملة 3 كيلو نخاف من حلش، من زدابي، من قطع طرق، انما دلوقتي بقينا في امان. حلو الحلو الحته دي قوي يا عم محمد. بقينا في امان. حلو الحته دي قوي، لان طريق نظيفه. أيوة. امان نور. أيوة. كهرباء. اسفلت نظافه. يبقى عايز ايه ثاني؟ راح فين؟ راح الغيث هنا. والله والله. طيب انت لا ده الرئيس عمل مية مية الحمد لله. والله ربنا خليه لنبيه. ايه الحاجة اللي انت شايفها وتقدر تقول انها يعني ايه ملفتة قوي ليك، فرحان انت او بتسبيها؟ الغاز والصرف الصحي والحياة الكريمة، يعني الدنيا مظبط. كنا الصعيد عامة كله ما حدش كان بيسأل فينا. احنا بنشكر صاحب الفكرة، فكرة حياة كريمة، ونشكر السيد الرئيس، ونشكر كل الناس اللي جهدت في حياة كريمة. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، والخوف عليها طول حياتنا، ولحب عرضها فيبدا يعني بلاد. تحية العالم بلادي، لا تحبي وفواد، بنحبك يا مصر. واحدة من أهم الصور اللي ممكن الواحد يلتقطها في حياته يعني. ليه بقى؟ أنا على يميني التعليم وعلى شمالي حياة كريمة، وفي ظل الحياة الكريمة والتعليم بقى في أولياء أمور، في طلبة، في دعم نفسي، صح كده يا فندم؟ دعم نفسي؟ فريق التربية المسرحية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الرياضية. ليه جينا مدرسة الطلبة السيئة؟ مدرسة الطلبة السايح من أول مشاريع حياة كريمة حضرتك في التربية والتعليم في زفتة. تمام. كان عندنا جملة المشروعات في حياة كريمة 83 مشروع تعليمي. تمام. ما بين صيانة شاملة، ما بين إنشاء حديث، مباني توسع لفك الكثافات والقضاء على الفترة المسائية. حسيت إن في تطور من السنة اللي فاتت للسنة دي؟ يعني حياة كريمة شغالة بجد ولا كده؟ لا شغالة. معلش يعني حاجة أوانطة يعني؟ لا غيرت كل حاجة في المدرسة. أصل في ناس تقول لك إحنا ما استفدناش حاجة من حياة كريمة. لا طبعا. حياة كريمة عاملة إيه؟ بالنهطاي. ايه اللي انت شايفاه في نهطاي اتطور؟ سفلوا الطرقات. ايوه. وعملوا كورنيش. ايوه. وعملوا نجيله. أيوة. حاجه جميله قوي في البلد. مركز زفته بيضم 54 قريه و88 تابع. يعني نور. انت بالموتوسيكل ده، انت قلت لي المعلومه دي. بالموتوسيكل ده لفينا الحمد لله جميع القرى حته حته وشبر شبر، من بدايه حياه كريمه ومن بدايه المشاريع. لفينا في كل القرى، في كل القرى دي يعني 54 قريه و88 تابع. ليه الموتوسيكل كان منجز؟ ليه؟ لانه انجاز الموتوسيكل في مناطق ما كانش ينفع معاه العربيات تخش. يعيش موتوسيكل حياة كريمة. يعيش يعيش يعيش. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نهطاي النهاردة احنا بنتكلم في نسبة تنفيذ تقريبا 99% تقريبا. قرية منتهية 99%. ما شاء الله. لأول مرة في قرية مصرية بنعمل كورنيش والترع المبطنة. أيوة. الريف المصري كان ميت، احنا بالفعل أحييناه ودخلنا فيه روح جديدة ما كانتش موجودة. المدن النهاردة بتحصد نهطاي على المشاريع اللي اتعملت فيه. يعني قبل وبعد في فرق؟ لا قبل في فرق كبير، فرق كبير جدا. أبسط حاجة كان يعني الشوارع قبل الرصف اللي قدر الله كانت فيها حالة محتاجة الإسعاف ما كانتش بتعرف توصل لها. النهاردة كل حاجة متوفرة. إيه اللي حضرتك يعني تتمنى؟ طبعا إن احنا نحافظ على كده. يا سلام.
دي قرية شمة محافظة المنوفية، واحدة من القرى زي ما حضرتكوا شايفين كده. هتلاقوا على ايدي الشمال هتلاقوا اكتر من مجمع شكله حضاري فعلا. ما تحقق على ارض اشمون خلال مبادرة حياة كريمة تخطى حدود الحلم. تم انشاء 1079 مشروع من جميع مشروعات حزمة مشروعات حياة كريمة على ارض مركز مدينة اشمون على مستوى ال 54 قرية اللي بتكون منهم مركز اشمون. احنا عندنا هنا كانت المصالح الحكومية متفرقة، دلوقتي بقى كله في مكان واحد. اولا احنا بنشكر فخامة رئيس الجمهورية على هذا الانجاز الضخم، بصراحة كله مبهور بالانجاز ده. حياة كريمة عملت لي 15 مدرسة جديدة في اشمون. 15 مدرسة جديدة في اشمون حوالي 36 ظرف قد ايه يا فندم؟ يعني في ظرف سنتين. بصراحة من أجمل الأعداد اللي قعدتها في حياتي، والرائدة الاجتماعية واقفة وبتتحاور وبتتناقش مع المستفيدة. رحت في سلمح الأمية عند أستاذة سعيدة الله يبارك لها مع أستاذة سارة بنتها اللي كانت بتعلمني. استفدت بقى ان انا عارفه امضي، ما حدش يضحك عليا في حاجه، ممكن حد يمضيني على حاجه انا ما اعرفهاش. انا اول حاجه بداتها بمحو الاميه، وبعد كده روحت مشغل بردك تبع الشؤون، اتعلمت ان انا اعمل اشتغل على مكنه، وبعد كده انا جبت واحده فعلا واشتغلت بيها في البيت. الناس بتجيني عن طريقي، انا جاتني الوحده مثلا سيده انا عايزه اقدم في تكافل الكرامه، بنزل لها ميداني طبعا بشوف الحل ينطبق عليها الشروط ولا لا. مع الوقت بعمل ندوات في العزب والنجوع. احنا بما اننا رائدات من القرى بيبقى مختارين من طبق من قبل الوزاره بمواصفات معينه. تمام. مش اي حد يكون رائد. ايوه الرائد ده معناه هو باختصار كده هو قائد. وبقالي كم سنه قائد؟ انا بقالي 19 سنه. 19 سنه قائد. اتفق العالم على 17 هدف مستدام ينتهوا ب 2030. كويس. وبناء عليه تم اطلاق رؤيه مصر 2030. كويس. رؤيه مصر 2030 لو رجعناها نلاقي اهم هدف الاولاني اللي هو تحسين جوده حياه المواطن المصري. من ضمن سبل التحسين برنامج حياه كريمه. كويس. وبرنامج تكافل وكرامه.